مشاهدينا، نحن انتقلنا إلى موقع آخر هنا في ولاية سمائل، قفرنا على شيء ثاني، شيء حقيقة كانوا الآباء والأجداد في الزمان القديم يعملوه، يستفيدون من السح اللي موجود معاهم لاستخراج اللي هو عسل الدبس. الطريقة هذه كانت تسمى قديما هي عملية النضد. النضد كانوا يعملوه أيضا هنا في ولاية سمائل، وهذه الغرفة اللي كنت أنا داخلها أي الصفة كما كان يعني قديما تسمى، كان هذه الصفة مخصصة لعملية النضد. أنا كنت جالس أشوف داخل هناك الطريقة اللي راح تشوفونها بعد شوي بإذن الله. الحين مشاهدينا الكرام، هنا لاحظ الوالد خلفان بن نصير السيابي، هو موجود هنا وهو اللي متخصص في هذه العملية. والحين مثل ما تلاحظوا ما شاء الله عياله هم اللي يجيبون السح وعلى الثوج وينكلونه، نعم، داخل السمة بالطريقة هذه مشاهدينا الكرام، ويقوم هو بكناز هذا السح داخل الجراب. أيضا مشاهدينا، هذا بالطريقة هذه قبل لا يكنزون أو بدون كنز يسموه وضيع سح أو وضيع فرض. أما بالطريقة هذه اللي عند الوالد خلفان الحين، هذا راح يكنزه أي يدرنه، يعني هم يسموه كناز أي يسموه دران. بالطريقة هذه يسمى جراب سح، المكنوز أي المدرون يسمى جراب سح، أما اللي غير مكنوز هذا يسمى وضيع سح سواء فرض أو غيره. طبعا عملية الشك مشاهدين الكرام ما عملية همجية، إنما عملية لو تلاحظون طريقة الشك هي نفسها اللي قاعد يستمر عليها، يأخذ خوصتين خوصتين من جهة اليمين ومن جهة اليسار، بس فقط يعني يأخذ خوصة واحدة مثل ما أنتم قاعدين تلاحظون الآن، ومستمر على هذه العملية إلى ما يخلص الجراب إلى النهاية. إذن في الحالة هذه راح يأخذ على جمالية أيضا في الشك، يعني واضح جدا. الحين كذا بعد شو بقى؟ الحين بتدرن؟ الحين عملية الدرانة بقى، يعني بقى فتحة بسيطة فقط علشان يدرن فيها بواسطة هذا اللي هو المقشاع الموجود. مال شو أبوي هذا؟ يعني مال أي شجر هذا؟ هذا محي الله شجرة اللومه، اكثر يستخدم اللومه مال اللوم. اي اذا من شجره اللومي ياخذونه عادي، يعني هو يقول مال اي حاجه ممكن يصير، ولكن هم يستخدمون ايضا الصلب هذا من شجره اللومي. هذه عمليه الدرانه مشاهدينا الكرام عشان انه الجراب ياخذ اكبر كميه من السح. في الحاله هذه يعني يضغط عليه بواسطه المقشاع هذا ومن ثم يدرنا. ما أحسن ندرنا الحين؟ ها؟ عادي. يلا أيوة، هذه هي عملية الدرانة، وهو يقعد الحين يضغط عليه بواسطة هذا المقشاع اللي هو من اللومي، وهو يزيد سح، وهو يدرن وهو يزيد سح، وهو يدرن وهو يزيد سح، وبعدين يعني يترس اللي هو الجراب من ثم يكون مليان. هذه مشاهدينا الكرام بالطريقة هذه عملية التكسيف اللي يقوم بها الوالد خلفان الحين، اللي هي يعني الزوايا الجراب يكسفها على داخل القصد بالحصى، يضربها ويكسفها علشان يكون في فرق ما بين الوضيع وما بين الجراب. إذا أربع زوايا يضربهم بهذه الطريقة علشان يدخلهم على داخل يتكسفون، يظل الجراب بالطريقة هذه بدون زوايا حادة، إذا بشكل دائري. هذا الحين
أيوة أصبح الجراب جاهز ويدوسه كذا مثل ما أنتم تلاحظوا، يدوسه بالرجل، أيوة يدوسه بالرجل علشان بس فقط يساوي الانتفاخات اللي موجودة في الجوانب. الحين أصبح انتهينا؟ الحين بنوديه داخل ولا؟ ها؟ خلاص نبدأ في النضج. إذا انتهى الآن، بنبتدي في عملية النضج اللي بتستوي داخل هنا. بندخل داخل مع بعض الحين مشاهدين الكرام، وبنشوف التجهيزات لعملية النضج، وبنشوف كيف طريقة. خليكم تابعينا وتعالوا داخل. إذن مشاهدين الكرام، مثل ما لاحظتوا الأولاد ما قصروا، ساعدوا أبوهم وجو ووضعوا اللي هي ال هذه اللي سميناها، طلقنا عليها أبوي هذه الوضايع، الوضايع إذن وطلقنا عليها الوضايع، لأن إيش هذه ما مكنوزة يعني ما مدرونة، أما هذا هو اللي عملنا فيه سميناه جراب لأنه مكنوز ومدرون. إذن في الحالة هذه مشاهدين الكرام، المكان المخصص هذا يسموه طلال، طلال أبوي هذا يسموه طلال، طلال النضد، طلال النضد. العملية كلها عملية نضد، يعني ينضدون اللي هو على العسل أو عسل دبس. طلال هذا أيضا كله من البيئة المتواجدة معهم، يعني من الشير اللومي وغيره، وأيضا من السعف موجود كذا. نعم بالطريقة هذه وضعوه، بالطريقة هذه خلوه. يعني العملية كيف؟ عملية كالتالي: المكان هذا المخصص للنضج يغلق إغلاق محكوم لمدة 40 يوم، حتى يعني يقول لك منفذ للأكسجين ما يكون موجود داخل هذه المكان، علشان فقط يمنع الهواء ويصير ضغط ويبتدي اللي هو العسل الدبس يبتدي ينزل من خلال هذا المكان ويتجمع هنا وينزل ويروح في الحفرة المخصصة له، ومن ثم هم بواسطة المغراف عاد يأخذونه ويترسون ويعبون فيه القدور المخصصة للدبس. زين الحين العملية مشاهدين الكرام، الدبس هذا لما يبتدي يعني من خلال 15 إلى 20 يوم بتبتدي الجرية الأولى للدبس. الجرية الأولى للدبس تكون خفيفة شوي، يعني دبس خفيف. أما من بعد هذا الجريات الثانية يغلظ، كل ما كان يجي أغلظ أغلظ بكثير. إذن نحن هذه العملية راح نشوفها إن شاء الله، وراح نشوف الجرية الأولى، وراح نشوف الجرية اللي ما بعد الأولى اللي هي الغليظة. الحين أنت خليكم متابعين معانا وننتظر إلين ما يجري الدبس. بعد انتظار عدة أيام مشاهدين الكرام، تبين لنا الآن اللي هي الجرية الثانية للدبس. الحين الجرية اللي تلاحظون غليظة جدا، حتى تلاحظ النزول هنا ما هو النزول القبلي، هذا أغلظ لأنه عاد متمكن الحين وينزل براحته، ينزل بهدوء. لاحظوا النزول، لاحظوا النزول بالطريقة هذه، ينزل براحته الدبس وثقيل ينبان، يعني حتى طريقة النزول تنبان أنها طريقة ثقيلة. إذن هذه الغليظة، هذه الجرية الغليظة تروح الآن كلها داخل الخابية المعمولة، وبعدين من ثم يبتدي طبعا يظل بعد يظل إلين ما تترس الخابية. هم يخلوها حوالي 40 يوم من يوضعوا هذول اللي هو الجراب، ويوضعون اللي هو مثل ما أطلقنا عليهن الوضايع. بعدين 40 يوم يعني تقريبا فترة كافية هما بالنسبة لهم إلين ما تترس الخابية. الحين طبعا في النهاية أيضا بيبقى يعني الفايدة موجودة في السح،
يبقى الصح موجودة فيستخدموه، ولكن أيضا استخلصوا منه. هذا الوليين دائما ما يفوتون مشاهدينا الكرام، يعني اللي يستفيدوا من كل ما هو موجود عندهم، يعني الدبس هذا استخلصوا من السح، بعدين بياخذوا الدبس وبيستخدموه والسح يبقى موجود وبياكلوه. إذا نحن اليوم أصبحنا ربما بعض الأشياء بعض التفاصيل هذه ما نهتم فيها نقطها، لكن الأوليين لا، علمونا أنك لا تعق شيء، استفيد من كل شيء، هكذا كانوا وهكذا يعني نتمنى أن يستمر الجيل أو الأجيال القادمة على تيمنا على ما كان عليه أباؤنا وأجدادنا القدامى في سلطنة عمان. عملية النضد واخذناها، بقى شيء فيها؟ لا. الحين إذن كذا بالطريقة هذه تبقى العملية فقط عملية الغرف، وبنشوف عملية الغرف مشاهدين الكرام، وخليكم تابعين. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما انتم تلاحظون الان الوالد خلفان يعني قاعد يعبي اللي هو او يغرف العسل ويعبي الجر، يغرفه من الخابيه ويعبي الجر مثل ما لاحظتوا الين ما يترسه. هكذا كانت طريقه عمليه النض مشاهدينا الكرام، واللي يلفت الانتباه حقيقه يعني لو تلاحظوا انه يعني 99% من اللي موجود هنا من النخله كله، يعني الخصف هذا أصلا مصنوع من النخلة، وعندنا اللي هو السعف من النخلة، وعندنا السمة هذه من سعف النخلة، وعندنا أيضا اللي هو التمر اللي موجود هو فرض من النخلة. إذن شوفوا كيف كانت فائدة النخلة وكيف كانوا آبائنا وأجدادنا يستفيدون منها حقيقة، ومثل ما قلنا سابقا أنهم يستخلصون أول شيء قبل لا يبيعون هذا اللي هو الفرض أو السح، قبل يبيعونه يحطوه هنا يخزنوه فترة، من ثم يستخلصون منه يستفيدون من الدبس، من ثم يهبطوه إلى الأسواق ويبيعوه كيف ما شاهدنا قبل شوي مسألة القفان الميزان هذا اللي يوزنون فيه. هذه هي الوظائف الوظائع اللي يوزنونها في هذا القفان، وهذا أيضا الجراب أيضا كذلك اللي ينوزن فيه. إذن هذه هي الطريقة موجودة كانت قديما في ولاية سمايل، ونحن مشاهدين الكرام حاولنا حقيقة نقرب لكم ونوضح لكم الصورة يعني كيف ما كانت تعمل قديما عند الآباء والأجداد، وطبعا استعنا بمن هم لحقوا على هذه المسألة ولديهم الخبرة. إذن الوالد خلفان بن خصيب السيابي حقيقة ما قصر، يعني عملنا العملية كاملة ونحن شاكرين له، والحين هذه هي طريقة عملية الدبس أو النضد، نضد التمر أو نضد الدبس العسل. إذن مشاهدين الكرام ولاية سمائل هي تزخر بالكثير والكثير من هذه الموروثات القديمة، وتبقى هناك عندنا جزئية أيضا في حلقة اليوم في ولاية سمائل، خلونا نشوف الجزئية الباقية ونتابع، خليكم مع القفارة.